هذا راح تعملوه اليوم تقدر تعتبره ده في السكوم تاع كل اللي تعلمته تقريبا لسا. فيه ممشاك مشتمش بدك تبني مرتب بشكل اعطيك اياه، فيه مأزينين وفي مأزين جديد راح تتعلمه. اوكي كيف ممكن نتعلم مأزينين؟ ذاكرين بدور على سيت اون اشي لسنر بالاخر كلمة لسنر، او انا بقول لك شو المأزين اللي موجود هون. في عنا راح يكون كمان الانتنت واضح، وحتى انه ممكن بجزء الثاني تاع الدرس يكون عنا انتنت ميروماز. اوكي كمان انتنت ميروماز باستعمال ستارت اكتيفيتي فور ريزالت. عمليا هذا الدفع العبوده مسكيم، بعديه الدفع العبوده انا منتقل للمواضيع المتقدمه. الموضوع الجاي اللي هو تفريتين مينيوز وتيفوت دو سياح موضوع جدا هين، كمان يو اي ما فيش اشياء معقده تعرف كيف تعملها. مكتوبات حتى كتب لك اياها بالعرق بالعبراني غاد الخطوات 1 2 3 4 3 4 اسطر بتكتبن صار عندك تفريط. واضح مش صعب هين جدا. وبس اخلص انا الكيت تاع التفريتين بنكون احنا خلصنا موضوع اليو اي، خلصنا كل اشي مرئي، خلصنا كل اشي بنشوفه. الموضوع الجاي شو بكون؟ سللا يوتر لعومك، منفوت على الشغلات اللي هي اكثر لعومك اللي هي تعال نقول مش مرئية. نتعلم ثريدنج سيرفيسم كل الشغلات اللي هي مش مرئية اللي هي الامات اللي اكثر جدية. بعدين بنروح لتحوم التليفونيا وتحوم الحيشانيم والداتابيس، هذول التحوميم الكبار اللي ظلوا علينا اللي احنا بدنا نسكرهن في هذا الموضوع اللي راح نعمله. هيك احنا بشهر فتنا بشهر 10، انا بدي اعطي الظاهر كمان شهر 10 كاملا تنخلص كمان نتقدم كمان بالمادي. شهر 10 اخر 10 وشهر 11 بدها تبلش تقدموا لي هتسعوت لبروجكتين، هتسعوت اقتراحات. كل واحد يفكر معاه وقت اسا كمان شهر كامل. كيف استاذ بدي افكر؟ اول شغله كيف انا بقدر اختار البروجكت؟ بدي اول شغله شغلات بحبها، اذا في براسي رعيون تعال احكي للاستاذ وممكن يجاوبني نعم او لا زي ما توجهوا لي. اوكي خاصه استغل الشعاب برتانيت لهيك مش الحصص تاعتي، شعاب برتانيت استغلها تعال قعدت انا وياك بنخطط بنفحص بنسال بندور بالانترنت كمان على شغلات ممكن توجهك. هاي شغلي. الشغله الثانيه افكر بايش انا بحب، ايش انا ممكن احب وتع اعمله، او شتخنا او اشي موضوع انا شفته يمكن كيام تعال اعمل اشي شبيه فيه او اشي زيه هل بقدر اعمله، بدي اشوف اعمله. طبعا هذا كمان كيف بقدر اختار بروجكت. خلي استاذ افاقه كثير وسعة. الاندرويد فيها مجال كثير لمجالات كبيرة وامكانيات لبروجكت من استعمال اليو اي وبروجكت بتعمل مهام معينه لاستعمال خصائص مميزه للتلفون. يعني هذا كل شيء عملناه لحديت هسه ممكن يكون على محاشيف ولا لا، ولكن اللي بيميز التلفون عن المحاشيف، المحاشيف فيهوش عاده جي بي اس، فيهوش حيشانيم زي اللي في بالتلفون، فيهوش مساخ مقاع عاده. اوكي عاده بنحكي كل هاي الشغلات بنقدر نتسلو تا لاتوفا فتليفونيا اتصالات واس ام اس وهي الشغلات موجوده بالتليفون مش موجوده بالمحاشيف. فكده تبلش تفكر برعيونات زي هيك استاذ، رعيونات واضح استاذ. هسه كمان اليوم كل واحد بيخلص البروجكت تاعه وبيخلص راح اعطيه التابلت يركب التخنة على التابلت تاعه ويجر على التابلت هنا ويشوف بايمت كيف بتشتغل. اوكي عم بحكي عن التخنة على السيلسيوس فهرنهايت اللي شفتوها اليوم، منطقة التابلت منوصله ومنشوف كيف طبعا كل واحد يركبها على التابلت عشان يجرب الليمات يشوف انه كل اشي بيشتغل، خاصة اللي معهنش تلفونات تومخت. بتعلم ايش؟ علمتكم اضط درس كامل او درسين ممكن، عشان هيك لازم نراجع. في فيديو انا غايب، يعني اعطيكم مثال، ارجيكم ميل من معلمي وش بيزا بالمستشفى تقريبا جمعتين من ورا كسر اللي هيستبخ. مش مهم
إذا هاي معلومات زيادة أشرح هون اللي حكيناه امبارح هيك واللي عملته أنا بس هذا الطرف اللي هو الشليح. الشليح في عنا استدعاء، بس استدعاء start activity for result، قلنا بنبعث معاه الانتنت. الانتنت عارفين شو وظيفته، بيحدد لي الانتنت اني اكتيفيتي يستدعي، ان كان مفراش ولا مرماز هاي وظيفة الانتنت، واحدة من وظائفه. وظيفة ثانية هعفرات نتونيم، مزبوط، هاي من اشهر وظائف للانتنت. الانت ريكوست كود قلنا هذا رقم ببعثه عشان لما ارجع نتيجة اتأكد انه هذا او اميز الجواب لانه سؤال. يعني انا اذا هذا بقول انه هذا سؤال بيرجع لي هون جواب، حلو، بدي اعرف هل هذا الجواب لهذا السؤال كيف. لما يرجع لي كمان بيرجع لي من ضمن الشغلات شو بيرجع لي، كمان ريكوست كود. اوكي، ريكوست كود بيرجع لي يا بقدر اعرف طب ليه انا بحاجه لإله. حكينا انه انا ممكن اقدر اسال او اعمل ستارت اكتيفيتي فور ريزلت اكثر من مره واكثر من هدف ولاكثر من اكتيفيتي، بس مين اللي بيتابل بالجواب بالاجوبه كلياتهم؟ الداله اللي اسمها اون اكتيفيتي ريزلت. اون اكتيفيتي ريزلت هي الداله اللي بتعالج الاجوبه المرجعه من ال من الايش، من الاكتيفيتي اللي سئلت. بما انها داله وحده بتعالج كل اللي رجعوا، عشان تقدر تميز منين رجعت الجواب، هل الجواب رجع من اكتيفيتي واحد ولا اكتيفيتي اثنين ولا اكتيفيتي ثلاثي. اه في عنا الريكوست كود، الريكوست كود وبيميز من وين رجع، عشان هيك مهم جدا انا اختار الريكوست كود. ومسؤوليتك انت، انت مسؤوليتك تعطي ريكوست كود مختلف اذا في عندك اكثر من استدعاء لستارت اكتيفيتي. مثلا عندي واحد بده يختار صورة ببعث له كود 10، واحد بده يختار تلفون بعطيه مسبار تلفون من سفر تلفوني بعطيه رقم 11. ليه؟ عشان هون اميز. واضح استاذ؟ اوكي. بالطرف الثاني اللي اليوم بدنا نعمله set result. set result هي استدعاء كمان مرة. هون هون بدنا نكتب الدال ليد رسامي 11، هون هذا استدعاء وهون set result كمان استدعاء. ست ريزلت هاي بتحدد لي شو بدي ارجع، شو القيمة اللي بدي ارجعها. واحنا بنعرف ترجيع القيم وهعفرات المعطيات من اكتيفيتي لاكتيفيتي بواسطة انتنت. اوكي، بواسطة انتنت، هاي واحدة من وظائفه كمان يمرق لي معطيات، عشان هيك انا بشوف في عندي هون ايش انتنت. وبالاضافة ريزلت كود، ريزلت كود هذا بيرجع لي هل تم ارجاع نتيجة ام لا، هل هذا الاشي كان اوكي ولا كانسلد. اوكي، واليوم راح نشوف طبعا هاي النتائج. بعد ما خلص تجهيز الناتج اللي بدي ارجعه لازم انهي الاكتيفيتي الميكابيل هذا، انهيه، خليه يعمل ديستروي لنفسه، هو ينهي حاله. كيف؟ فينش. فينش بتسوي ديستروي، بتهدم وبتبطل الاكتيفيتي الموجود، بتقيمه وبرجع اوتوماتي على روش المحصنيت اللي هو اسا الاكتيفيتي الشليح، ودغري بيستدعي اول ما يرجع من الاشياء التي يستدعيها مين، اون اكتيفيتي ريزلت. واضح استاذ؟ اوكي. امبارح عملنا احنا الاكتيفيتيز الثنتين، عملنا سندر اكتيفيتي للشليح سميناه، والثاني اكتيفيتي فور ريزلت. اكتيفيتي فور ريزلت ما لو نقعنا فيه، بالسندر بطرف السندر نمرق على الامور اللي انا عملتها. اول شغلي لما طبعا عملت بوتون هناك، تعال نشوف الممشاك تاعه. في عندي هنا الريزلت اللي بدها ترجع. اوكي، يمكن تعال نعملهن هذا، نحطه هون هيك بالاخر، رتبه هيك. اوكي، هذا الريزلت اللي راح يرجع بعد ما بعث له سند. هاي القيمه اللي هون، بس عص على سند ببعث هاي القيمه، بس يرجع راح يحط لي الجواب وين عند الريزلت. حلو. طبعا هون بالسندر بالاون كليك تاعه لهذا البوتون، هيت البوتون استخرجته تاع السند، انتبهوا،
مهم جدا ننتبه انه الممشاك اللي انا بعطه XML اللي ياتوا اسمه هون استخراج البوتون، وطبعا set on click فيش حاجة افحص هل ارج هو بوتون ليه، فيش غيره، انا هي منطقية له دغري، هي الكائن عم بعمله على المحل، اوكي على المحل عم بعمله على المحل ومعطيه بس لمين، لبوتون، واضح؟ اسا هون بستخرج انا الحقل، قلت لكم انا بحبش هاي الطريقة، كنت كان المفضل بما انه اسا معي وقت بدي اعملها. لازم يكون عندنا هون edit text، edit text اللي هو etnum etnum، وطبعا ساعتها هذا ال find by id control x etnum يساوي edit text نقطة فاصلة، هذا اللي انا بفضله هيك، هاي الترتيب عشان تقدر تستعمل الكائن بشكل مرتب وين بدك. etnum get text استخرجته القيمة اللي موجودة هناك، طبعا نقطة to string اياها، بعدين بلشت اجهز الانتنت اللي بدي ابعثه، انطيته الذيس تاع الاكتيفيتي الحالي اللي هو سندر اكتيفيتي، ولمين بدي يروح يستدعي، قلنا هذا الانتنت ماله فاطمي انتنت مرماز ولا مفراش، مفراش. وهون ال بوت اكسترا نام واستي نام، سوها مين منهن القيمه، مين منهن اسم القيمه، ممتاز، هذا بسموه الكي وهذا الفاليو، عشان هيك كل ما اقول لكم هذا اوسف اللي بيحفظ، رح نروح نشوف، رح نشوف قدام كثير اوسف فيهم هيك، كل اوسف بيحفظ كي فاليو هذا معناه، اوكي يعني في عندنا اسم اللي هو الكي وفي الفاليو. ليه سموه كي؟ طبعا هيستوريت شوي برجع لورا، الاساس تاعها شيء اسمه هاش تيبل، هاش تيبل اللي بتعلم مواضيع لقدام بالمدعي ما حشايف بتعلم الهاش تيبل، هذا واحد من المواضيع اللي طلبته يفوتوه على الوحده الخامسه، بدل ما يقيموها شيل الوحده الخامسه بده يقيموها اخر شوي لانها صارت قصيره، فقلتلهم يفوتوا لنا هاش تيبل، ماله هاش تيبل حلو كثير، موجود على فكره بالكتاب معك وبالعدسوف بس احنا بنتعلموش لانه انطوها عشرات وسيفت للي بده، للي عنده وقت زياده، اغلب المعلمين ما عندهاش هذا الوقت الزياده. ستارت اكتيفيتي فور ريزلت، هاي الهفديل الوحيد، هذا اول هفديل احنا بنشوفه عن الاستدعاء الاكتيفيتي السابق، ستارت اكتيفيتي فور ريزلت ببعث له اي الانتنت وماي كود، ماي كود قلنا هي عملته فاينل، نعم هذا هو الريكوست كود، هي كتبنا 10، قلنا بطرف الشليح كمان بنعمل رسالة on activity result، يعني بكتب on control space بدور one override وبنقيها، وبعمل overriding، يمكن واضح شو يعني رسالة، بتأمل البارامترات اللي بتاخذها، طلع كيف انا متعيد البارامترات، شوفوا سلاش نجمتين انتر ما زبطتش، يمكن لازم قبل الاوفررايد سلاش نجمتين، لا لانه اوفررايدنج كبار الها تعود، فانا بدي اعمل كنت اوفررايد للتعود كمان، مش عم بزبط لانه في الين تعود، هذولا هاي الدالة شايف الها تعود، شايف التعود وكتب لك حتى شو وظيفة كل واحد، يعني هاي البارامترز، اوكي انا كنت بدي اكتبن هناك، يعني انسخ هذول واكتبن هناك طبعا بالعبراني او بالعربي، ريكويست كود ذا انتج ريكويست كود اوريجينال سبلايد، وبتقراه طبعا وبتعرف شو وظيفه كل واحد، الريزلت هي كاتب لك هون شو وظيفته، الداتا ان انتنت، شو الداتا ان انتنت وانتنت، which can return result data to the caller version data can be attached to intent extras، طبعا الانجليزيات استاذ مفروض تتعود عليه لانه هوينات، اقرأ مرة مرتين ثلاثة تعود بتصير هوينات عليك، اوكي اول شغلة كيف بفحص
اني رجع لي قيمه، بسال هل الريزلت كود هي ريزلت اوكي. الريزلت اوكي هاي موجوده، هذا قيمه موجوده، ار اي كنترول سبيس، بدور على كفو عياته تابع لاكتيفيتي، واضح. اند ريكويست كود، هذا لإلي ريكويست كود، بفحص هل يساوي ماي كود. هذا معناه هذا الشرط هون معناه هل تم ارجاع قيمه، الجزء الاول هل القيمه تابعه لماي كود. اوكي، اذا هل في عندي قيمه راجعه اسمها رز، مين هاي اللي بده يسمي لي اياها هاي الرز، مين بده يسمي لي اياها هاي الرز اللي عم بسأل عنها، منين مفروض تجيني؟ من تساد المكابيل، ممتاز. هاي الرز اللي انا بسأل عنها منين جبتها استاذ، هاي انا بتوقع انه المتساد المكابيل رجع لي هيك قيمة بهذا الاسم، واضح استاذ؟ فبستخرجها، وبعد ما استخرجها بدي احطها وين انا بالرزال، طبعا هذا السطر الناقص نفس الاشي، بزيد هنا تكست فيو تي في text view tv res، وهنا بنحط tv res يساوي text view find by id r نقطة id نقطة tv return result. ذاكرين شو سميته غادي، هي return result، واضح حسان؟ اسا هنا انا كوفي عن النص، طلع كيف انا بدي اقبعته، بدي اقول له هيك خلي كلمة the result، بدي اخليها ويزيد عليها، مين بقول لي شو بستعمل؟ بدي على التي في على text view نقطة result ازيد، مش مكتوب غاد كلمة the result، بدي ازيد عليها انا بس ست تست غلط فش اد append، هي append اللي اذكر عنها append وبعطيه النص اللي هو رز. واضح، هاي خلصنا اتساد الشليح، اتساد المكابيل، اتساد المكابيل. ايه بذكركم اتساد المكابيل فيه الممشاك تاعه بعدنا مش عاملينه مزبوط، قلنا بدنا نبنيه بالشكل التالي. ايه ازيد انا لينير لي اوت عشان يكون اهون لي للترتيب، لينير لي اوت بدي ازيد عليه هذا linear layout، انتبهوا نعمل له جذر ولا قوي، هذا خلينا نعمل له جذر شغلة بسيطة. النص الاول edit id tv شو نسميها ري received data او received طيب data received data، هنا بدنا نحط شو وصلها، نعرض شو وصلني. بدنا نحط كبسات اثنين، البوتون الاول تعال نغير التكست هنا، سوري تعال edit text new string، كل اليوم من يوم رايح تشتغل new string. النص اللي بدي اياه يبين شو قلنا received data نقطتين فوق بعض، هاي ايش بدي اياه يبين، والاسم ها اسم الهاي label، label tv شو اسم الحق الغاد received data. اوكي
هاي ريسيف داتا. البوتون ادت اي دي بي تي ان نسميه دو ريتيرن ريزالت رجع نتيجة. نحط عليه كمان نفس الاشي ليبل edit text new string lbl label. label ايش نحطه هناك؟ شو اسمه ال مش معاي استاذ انتو شو اسم الحق اللي بنعمل له هذا؟ return return result بنسميه نفس الاشي return result. هاي رجع نتيجة. ها بدك تروحي على string هناك هون بتقدرش تروحي على هذا تصلحي هذا بدك تروحي على string على ملف string فاهم علي على بقلب values على string وتروحي على القيمة وتغيريها. الشغل الثاني كباس ثاني بدنا نزيده. كباس الثاني شو متوقعين يكون؟ كانسل بي تي ان. الكانسل بس بيعمل فينش يعني ارجع ما تعملش شيء رجع ترجعش شيء ولحاله بيرجع لي الريزلت كانسلد. واضح؟ نفحصها هاي اخرى شوي. edit text بي تي ان نيو سترينج صح هذا مش اسم اللاي مظبوط ال بي ال كانسل هون كانسل. اوكي طيب واضح استاذ شو نعمل؟ اسا نعمل شميراء كداي بعد ما تخلصوا دائما اللي او تعملوا شميراء عشان تشوفتوا كيف مرات لو مزه الايدز لو معدكين ار بشميراء تجبروا تعمل يعمل كومبيلاتيا ويعدكين الار. اسا شو نعمل بهذا الطرف؟ بهذا الطرف بدنا نستخرج شو وصلنا نعمل عليه العملية الحسابية ونرجعه. واضح؟ الاستخراج بقول كرييت بقول له شو الانتنت اللي اجى لعندك انطيني الانتنت خذ منه الداتا خذ منه اللي اسمه نام اعمل عليه عمليه حسابيه او اعرض لي اياه سوري بس تعص سند هذا الرقم اللي استخرجه بعمل عليه عمليه حسابيه بحطه بانتنت بحطه بست ريزلت وبعمل فينش لحاله برجع وبكانسل بس بنعمل فينش. فهمتوا التخطيط اللي رح نعمله؟ اوكي اذا اول شغله بدي انا الصفات او الحقول التاليه بدي البوتون بدي بوتونز اثنين بدي بي تي ان لا سميته ريتيرن ريز فاصلي بي تي ان كانسل هاي كبسات اثنين اوكي برايفت عشان الناس ما تزعلش بتحب برايفت اوكي برايفت شو هسه عندنا تكست فيو تكست فيو عشان اعرض شو وصلني اللي هو تي في ريسيفد ريزلت وبدي كمان برايفت شو انا بده يوصلني شو بده يوصلني استاذ انا
شو بده يصل لهاي الاكتيفيتي استاذ؟ اللي هي بالنوع ايش؟ دابل استاذ. اوكي received اختصرتها received now. هذولا اسا بدأ اشوف كل واحدة وانت احسبها. اول شغلة وصلت on create، لما بصل on create هناك دائما اذا في اشي انبعث هناك بقدر اقرأه. كيف؟ اول اشي بستخرج الانتنت اللي وصلني، بعمل انتنت res i اللي هو received intent. شو بقول له؟ get intent. get intent شو بتراجع؟ تاني قرأ التعود تاعه استاذ قرأناه من قبل، return the intent that started this activity. مين اللي خلاها تبلش؟ هذا اللي انا بعثته مزبوط، اللي سبب انه تشتغل هاي. فاهمين شو الهدف تاعن؟ اقرأوا الممشكين استاذ عشان تعرفوا شو بتشتغل. صار عندي اسا مين؟ ريكا received intent. received intent بدي استخرج منه المعلومة مزبوط. بقدر اسأله هاز اذا في عندك هاي المعلومة او لا. بقدر اسأل هل الرس اي هل هذا نل ولا مش نل، يعني بلكي حدا شغلها ثاني وبدون intent او كذا، فيعني المعركة هي اللي شغلتها. ولكن دغري انا بدي استخرج لاني انا راح استدعيها هاي وبس. انا بنقول له string، نستخرج القيمة اللي فيه string. لا سوري، قبل ما نبلش عملك الهاي بدنا نعمل الفاينز، ما استخرجناش الحقول، بدنا نعمل ترتيب معين اللي دائما نمشي عليه. button return يساوي button find view by id r نقطة id نقطة btn return result مزبوط. نفس الاشي لمين؟ لبوتون cancel، وهنا بوتون cancel واضح. وبدنا text view tv يساوي هون، بنساش اذا عملت كوبي بيست عملية خطيرة ممكن توقعني باخطاء كثيرة. وهون طبعا تي في اني وحدة منهن ريسيف داتا. اوكي هاي استخرجت الانتنت. اسا مستخرج المعلومة نستخرج شو بعثنا. طبعا مستخرجه كسترينج لانه بعثناه كسترينج، بعدين منحوله ST تساوي نقطة det extras نقطة get. بدي اعطيه الكي، الكي عشان ما غلطش فيه بروح بنسخه من السندر. شو بعث له؟ اياته بنسخه. ما انه مش صعب، تقدر تحط اشياء بسيطة N1 N2، ولكن اذا حطيت اشي طويل كده تنسخه كوبي بيست عشان ما تغلطش بالاملاء. هاي استخرجته، ده حوله اسا كيف بحوله؟ received num تساوي دبل دي كبير يا الفئة نقطة بارس دبل نعطيه ST اللي استخرجته. واضح؟ ظل اسا عندي شغلتين، شو هني؟ الليسنرز تعا نعدل صح التي فيو تكست فيو تعا نحط عليه نقطة append
عشان يزيد على النتيجة append ايش بقدر اعطيه st وبده نص وبعط received num وبزيد عليها محروزة. هاي عدلتها. اسا بدي ايش اعالج السند والكانسل ولا لا؟ نعمل اون كليك لسينار اون كليك لسينار لمين؟ للجهتين. طلع اسا شو بدي اعمل؟ بدي اعمل انا كائن واحد واعطيه للجهتين. بقول له اون كليك لسينار تاع فيو بدي اسميه كليك لسينر تساوي طلع كيف بدي اعمله كمان بنفس السطر هذا فيو ان كليك لسينر عمل لي اياته بنساش نقطة فاصلة عمل لي كل اللي بصدر هذا الكائن. هذا الكائن بدي اعطيه لمين؟ بوتون سند ريتيرن سوري نقطة ست on click listener ومين بعطيه اسمه click listener. واضح شو افرات بين الجهتين عشان حطيته بالصفة عشان اسا بس بدي احسبه بدي احسبه وانت بدي احسبه بس يضغط على return كنت بقدر احسب هون بتقدر ولكن اذا كان إذا كان السند بده يعمل اون كليك شايفين طلعوا كائن واحد عمل كائن واحد إياته شايفينه مزبوط بعطيه إسا للكبسات اثنين بي تي ان كانسل نقطة سيت اون كليك لسينر. واضح شو عملت أنا؟ صباح. إذن لما أنا أعطيت اللسينر لبوتونز اثنين بالاون كليك مجبور اسا اميز انه واحد منهم ولا لا؟ مزبوط؟ واضح استاذ؟ صح. بس انا من ناحية تخنوتيت من ناحية زكرون بدل ما اعمل كائنات اثنين وكل واحد ياخذ محل بالذاكرة واضوع ذاكرة طب انا هو عندي واحد وبقدر يجاوب للكل. واضح؟ بعمل واحد وبعطيلها ثنائية تاعته للكل. هاي اللي انتم مثلا شفت كثير عندكم عاملين نيو بيعمل عاملين انتم محلكه بس عاملين للكل نيو ليه للكل نيو ونيو نفس الكائن نفس المحلكه لا اعمل واحد نيو حطوا بهفنيا اسمها مثلا ال وانطي لفنيا للكل من تبقى قلب الاون كليك عم بتميز مين اللي انعص ولا لا. نفس الاشي هون هون بقدر افحص اف طبعا بقدر حسب الاي دي وبقدر حسب ايش حسب الهفنيا هل V هو button cancel نبلش بالهوين هل هو button cancel شو قلنا بنعمل FE control space لا مش file list finish بدي واضح اذا لا هل انت هل V تساوي btn return result اذا شو بدي اعمل اسا هاي المراحل اللي كنا كاتبينها اول شغله بدنا نعمل نتيجه بنعمل دبل مثلا ريز تساوي الرقم اللي بدي اعمل الجذر math square root تعال جاي تعال شكرا received num بعطيه يعطيني الجذر تاع received num حلو واضح شو عملت؟ واضح شو عملت؟ هاي حسبتها بدي ارجع مين بتذكر شو بدي اعمل اسا عشان ارجع
ايش برنت عشان ارجع قيمه. انا بحاجه لايش عشان ارجع؟ انتنت. اذا بدي انتنت رز اي بدي اسميها رز انتنت تساوي يو انتنت فاضي فاضي وظيفته ولا اشي ماخذ معاه ولا اشي بدل اكتيفيتي وظيفته اسا هذا الانتنت بس ايش بس بدي استعمله للاستعمال الثاني وبس لنقل معلومات. طيب يلا اسا ايش اقول له؟ بوت اكسترا اني واحدة اعطيه نضل نعطيه دبل وهيك بس انا بدي اعطيه اياه كسترينج. حلو نمرق كسترينج ونقرأ كسترينج. شو بدنا نسميه هون؟ ايش بدي صرت مسميه ذاكرين شو هو؟ رز اياه ياتو استاذ. مش انا قلت لكم انا راح للميكابيل شانس كون فاطمه مش هون ولا كانت جاوبت. مش قلنا هناك قالت جاوبت فاطمه انه هذا بطرف الميكابيل راح نسميه رز. بنسخه من هون عشان اكون متاكد انه نفس الاملاء. شايفين شو انا بعمل؟ كوبي بيست. انا معلم تاعكم بعمل كوبي بيست. انتوا شو بتعملوا؟ ولا مره بتسمعوا النصيحه. مش الكل الاغلب بسمعش ودائما بلاقي الشغلات. قلت لك صرت اعمل كوبي بيست ولا مرة. بوت اكسترا بوت اكسترا وبعطيه الفاليو. الفاليو بدي اعطيه الرز هذا كنص. مين بيقول لي كيف بحوله لنص؟ زي رز زائد قرشعيم. هاي طريقة. طريقة ثانية اني استي استاذ ايام عملت عليه جذر. هذا العدد دعم عليه جذر. هذاك الاستي شو اخذت؟ شو بدي رجع جذر اللي استقبلته. واضح؟ طيب الفاليو قلته منزيد عليه قرشايم صح؟ هاي الطريقة. طريقة ثانية اكثر امانا. شوفوا كيف تعلمتوا دابل بارس نقطة بارس دابل مزبوط. في دابل نقطة تو string تو string واعطيها العدد رز. شو هاي بتعمل؟ حول لي من دبل لسترينج. واضح؟ هاي تو string تاعت دبل. هاي طريقة رجعت. شو الشلاف اللي وراه؟ هسه set result. خلصت تجهيز الناتج اللي بدي ارجعه. عملت حفله اللي هي الانتنت اللي بدي ارجعها. في بعد شيء بدي ارجعه معي؟ لا set result set control space set result موجوده اياها. هنا ار اي control space بدور على result. اوكي اياها ورز اي نقطة فاصلة. مرحلة اللي وراها فينش. بدون فينش بتنتيش هاي بترجعش. واضح استاذ؟ بالسندر تبوا السؤال اللي سالته بمحله تفكير منطقي. قالت مش انا بعثت هنا انتنت استاذ مزبوط في القيمه. سالتني مش بالطرف الثاني لازم يكون في عندنا كمان جيت انتنت اللي هو السندر. ما عملناش بالسندر جيت انتنت. مين عنده جواب؟ كمان مره السؤال هيك اللي سالته هديل. بدي الاقي طالب واحد يعرف يجاوبه. بتقول هديل استاذ احنا هنا بعثنا انتنت صح؟ طيب ما هو بالطرف الثاني اللي هو اللي نرجع له اللي هو السندر
لازم يكون عنده get intent عشان استخرج منها المعلومات. مين عنده جواب؟ أني دال لرولا start activity for result ماله بعت معها intent. هذا ما دخلوش بالintent اللي رجعته، هذا إسا عملته، هي new. جاوبوني ليش؟ ما هناك فير ريزلت. كيف؟ ممتاز، هذا هو الجواب. للي كل اللي مش مركزين معه ما عرفوش يجاوبوا استاذ، مش بحاجة اعمل انا get intent. ليه؟ لانه بالرجعة الدالة راح تشتغل on activity result، واحد من البارامترات اللي بوصل هون مين؟ الانتنت اللي بعثته هناك. واضح استاذ؟ واضح هسه؟ اوكي المفروض خلصنا، تعال نجرب. إذن هذا المسخ الأول، يعني هون ننطي رقم 16، نعمل send receive data 16، مظبوط اللي بعته 16 عشان نعرف انه قرأ الناتج صح. وقال له return result، رجع لي قد ايه؟ 4. واضح الجذر. ناخذ عدد غير ال 16، send 165، return result 4 فاصلة، لا زاد هنا عليه، هي 12.8 لانه عملنا append، شايفين عم بزيد عليه، فانا لازم كنا ننظف. اوكي send cancel، ما زادش شيء، ملاحظين ما زادش شيء. شو ما اعطيه هون، تعال نعطيه كمان عدد ثاني، send هذا اللي استقبله cancel، ما زادش شيء على، ما تغيرش شيء، مزبوط. لسه بس بدي اعطيكو، بدي احط سطر واحد هقول له هون عشان اتاكد مزبوط برجع cancel. هذا شو صفر استاذ؟ كانسل عم نحكي، نفحص. حلو، بس بدي اعطيه بس ودعاء، بدي اساله هل الريزلت كود، بس نسال عن الريزلت كود، اذا كان الريزلت كود ماله يساوي ريزلت ريكوست كتبت بدي اذا كان يساوي مين ريزلت كانسل دياته، هذا كمان كفوع ثاني موجود في الاكتيفيتي، شو بدي اقول له؟ توست نقطة ميك توست ميك توست بضل واحد الكونتكست بنقدر نعطيه سندر اكتيفيتي نقطة ذس، نعطيه ذس تاع الاكتيفيتي اللي احنا موجودين فيه. التكست التكست بدنا يعطينا انه هذا الاشي كان سيلد، دبل ال لازم تكون كان سيلد، لا عادي يمكن هيك توست نقطة length long اذا بدكم او short نقطة. طبعا ما تنسوش اللي بننساها دايما ايش show هاي شو ده تعمل، بس اذا رجعت cancel تبغى قد ما رجعتش انا cancel، بس قلت له يعمل finish. اسا هو automated شو بيرجع لي اذا قلت له بس finish؟ بيرجع الريزلت cancelled. واضح؟ تعال نتأكد
نعطيه هنا عدد send، نعمل cancel اياها، شايفين cancel. واضح استاذ؟ اذا حتى لو ما حطيناش set result canceled، حتى لو ما كتبناش غاد بيرجع لي cancel، اذا انت بس عملت finish، بس عملت finish لحالها، اللي مش فاهم علي ايش هاي، هذا شايفينه؟ هل كتبت له انا set result واعطيته result cancel؟ لا، بس قلت له finish اوتوماتيك بيرجع لي cancel. واضح؟ في اسئله؟ هذا هاي الدقمه اللي انتم بدكم تطبقوا عليها اسا الوظيفه. طب الوظيفه بدك تبعث قيمتين، بدك تبعث هل اختار سي ولا اف، ابعث رمزين طبعا سي او اف، والرقم، وبدك تغاد تحول. قانون التحويل اللي بيعرفوش يقول لي، مع انه مكتوب عندكم بالدافع العفو ده، وترجع النتيجه. واضح استاذ؟ تفضل. انا هسه بحط لكم الشاشه هون على السندر. ايش التوست هاي اللي ضوت من تحت هاي، هيك الشباك اللي حاله بخت، هذا اول ما تعلمتيه عندي ولا شيء عم نشرح.